وعشق الوداد خلاني نمشي للفريق المصارعه، فيها لا جائزه على بطولتين المغرب، واحده في المصارعه والثانيه في السومبو، يعني تألمنا الحالو. المهرجان اكيد من خلال اليوم الاول اللي فيه نفس الدفء اللي كان في السنوات السابقة قبل جائحة كورونا. الحمد لله يعني الجماهير المراكشية استعادت ذاك الشغف والحب الفنانيها، كذلك استقبال الأعمال، القاعة عامرة الحمد لله، ونتمنى من الله يعني السلامة لبلدنا المغرب ولجميع بلدان العالم، وإن شاء الله نتخلصوا من كورونا وتبقى الحياة كما هي عليه الآن بشوية الاحتراز، لأن دائما كاين ناقص إلى حد ما، ناقص خطر يخيف شوية. الله يدوم السلامة. هشام، حدث على جديدك إلى ذاك الحال، حدث على الحال. إلى ذاك الحال نتمنى أنه حتى يتعرض العمل ونتكلموا عليه، لأن كاين بنود في العقود كتفرض عدم الخوض في حيثية أي مسلسل أو أي عمل، لكن اللي نقدر نقول هو أنه كيتكلم على أربعة طابوهات، يعني أربعة العائلات كبيرة كتستريتي هذه المواضيع اللي هي طابوهات في المجتمع المغربي، لكن بطريقة فنية ومقبولة من قبل المجتمع المغربي. طيب هشام مهلول، الممثل الودادي، سر عشق الوداد لهشام؟ و ما غاديش نقول بانك ودادي الى حد النخاع. لا، هو سر العشق اكيد في لحظة التأثر في الصور الانسان كيبحث على الصالح من طالح، لا في الاشياء لا في الاشخاص لا في الفروق، والوداد كان تاريخه قوي في هذيك اللحظات، وفي البحث عن التاريخ المغربي او اللي تاريخ الوداد في مساهمته في المقاومه وفي التاريخ وفي كذا، فاكيد ما كان الا انني نعشق هذا الفريق، وعشق الوداد خلاني نمشي للفريق المصارعه، جمعية المصارعة اللي هي وفا وداد، فقط لأن بها اسم الوداد، والفريق اللي كنت حرصت فيه على جائزة على بطولتين المغرب، واحدة في المصارعة والثانية في السومبو، والفريق اللي خرج أبطال إفريقيا في المغرب، منهم بطل حنين، منهم بوعلوش قاسم، منهم كثير من الأسماء اللي كانت لامعة. الحادث ديال أمين حديث، الله يشافيه الله يشافيه، يعني تألمنا الحالو، اللي سالنا الدعاء اللي يا ربي، وغادي نفتقدوه بشكل كبير، ويعني الله يشافيه، يعني كان ما شاء الله عليه، يعني كان فنان داخل رقعة الملعب، ويكفي انه عز بودربال لما سئل عن اللاعب اللي كيشوف فيه ذاته وكيشوف فيه بعض التقنيات اللي كانت عنده، بعض اللمسات وبعض الحركات، فذكر امين حارث بحكم انه كلاعب تقريبا اللي كيشبه عز بودربال، واللي كيقصد ثلاث لاعبين اربع لاعبين، وكيتمكن من التخلص منهم بفنية عالية. مجلة ليلى العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.